من المعروف ان الاندرويد واجهزة سامسونج فيها الكثير من خيارات التخصيص للواجهة او الايقونات وغيرها، بس سامسونج اطلقت تطبيق خاص لاجهزتها لتخصيص اشياء وتفاصيل اكثر. هذا هو تطبيق Good Look. خلونا نتعرف على التطبيق ومميزاته في هذا الفيديو. التطبيق متوفر في متجر جالكسي على جوالات سامسونج جالكسي. اول ما تفتح التطبيق بيكون عندك اكثر من خيار، وكل واحد منها خاص بشيء محدد، مثلا ثيم بارك. من هنا تقدر تغير شكل اجزاء النظام. من تحت عندك ثيم، اضغط على كرييت ثيم واختار في البدايه صوره من الاستوديو او صوره من المتجر، وحدد الجزء اللي تبيه من الصوره وبعدها نكست. بيعطيك الحين نظره عامه على الشكل. حدد من تحت اللون الاساسي اللي تبيه، وبعدها اللون الثانوي للنظام، ولما تخلص اكتب اسم للشكل اللي صممته وثبته. وبعد عندك الكيبورد بنفس الطريقه، راح يعطيك نظرة على الكيبورد وتقدر تحدد اللون الأساسي وشكل الحروف، وكل دائرة موجودة لها تضغط عليها بيعطيك خيار، مثلا تختار خلفية للكيبورد أو تبي صورة للحروف أو ألوان لبعض الأجزاء. ونفس الطريقة تلقاها لشريط المهام. وحتى الأيقونات تقدر تعدل على شكلها وألوانها والحجم، وتقدر تتحكم بألوان وإعدادات الصوت. وطبعا كل ما صممت شيء راح يكون محفوظ عشان تقدر تبدل بين التصاميم اللي سويتها. وللأجهزة اللي فيها قلم اسبن، من خيار بنتاستيك تقدر تعدل على شكل مؤشر من الخيارات الموجودة، أو تختار صورة من الاستوديو وتخليها مؤشر للقلم. وفي خيار وندرلاند، من هنا تقدر تصمم خلفيات مميزة، الأول لتصميم خلفية متحركة والثاني لتصميم تأثير لفتح قفل الشاشة. طبعا تتوفر خلفيات متحركة جاهزة أو تصميم خلفيات من عندك، بحيث تتحرك كل ما حركت الجوال وتعطي تأثير ثلاثي الأبعاد. وتقدر تتحكم بكل التفاصيل، مثلا التأثير بيكون من الوسط أو الأعلى، وتتحكم بسرعة الحركة أو اتجاهها. وفي إضافات كثيرة تقدر تزيد عليها، مثلا تضيف نص على الخلفية، وبنفس الطريقة تقدر تغير إعداداتها وطريقة تفاعلها مع الحركة، أو تضيف جزء من فيديو للخلفية أو بعض التأثيرات اللي تبيها تصير. وتقدر تحدد إذا تبيها على طول أو تتفعل لما تضغط على الشاشة، وكيف تأثيرها بيكون، تبيها تتساقط أو تطلع لفوق وغيرها. وفي اعدادات كثيرة ممكن تغير فيها خصائص كل شيء بالخلفية اللي تبيها. اما تأثيرات شاشة القفل بنفس الفكرة، اما تضيف صورة من عندك او من الصور الجاهزة في التطبيق. بعد ما تختار الصورة تضغط على edit، ومن هنا بتختار التأثير. وفي حاليا 7 تأثيرات متنوعة، كل واحد منها تقدر تعدل على سرعة التأثير او العمق وغيرها. وخيار lock star بيكون خاص بالتعديل على الخيارات اللي تطلع على شاشة القفل وشاشة التشغيل دوما. تقدر تضيف ملصقات أو تضيف تطبيقات مصغرة أو الويدجتس حسب اللي تحتاجه. وطبعا تقدر تعدي ترتيب كل شيء وتغير أماكنهم أو تحذف اللي ما تحتاجه وأكثر. وبنفس الفكرة لشاشة التشغيل دوما، في خيارات متنوعة للتعديل وتقدر تكتشفها وتغير من تفاصيل أزرار التنقل أو الكيبورد أو شكل الساعة وغيرها. أيضا في تطبيقات إضافية تقدر توصل لها من خيار لايف أب، واحد منها هو ساوند أسيستنت. من هنا تقدر تخصص خيار للصوت بشكل أكبر، مثلا تغير موقع لوحة مستوى الصوت أو تخليه على اليمين أو اليسار، أو تزيد إعدادات التحكم وغيرها. وفي خيار تقدر منه تختار شكل لوحة مستوى الصوت، وفي ألوان وتأثيرات متنوعة. وفي خاصية تخليك تغير صوتك لما تتكلم بالميكروفون، وتختار صوت بنت صغيرة أو رجل كبير أو طفل وغيرها. وهذا جزء من مزايا تطبيق Good Look. وفي مزايا أكثر، إذا حبيت نسوي لكم جزء ثاني اكتبوا لنا في التعليقات. يعطيكم العافية المتابعة، ومع السلامة.